بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي الرئيسة أصحاب السعادة أصحاب المعالي والعطوف الكرام أحييكم في هذا الشهر الكريم شهر المحبة والبركات وكل عام وأنتم بخير إن أهمية إقامة اجتماع تضامن المسلمين للتحالف من أجل أهداف شعوبهم السامية خاصة لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونظراً لأن دين الإسلام الحنيف ينادي بالحرية لجميع أبناء البشر ولهذا السبب تمكن من اجتذاب قلوب الشعوب برسالة الحرية والرحمة والتسامح والمساواة والإخاء في أرجاء العالم على مدى أكثر من 14 قرن إني قادمة من مجلس النواب الأردني غالبية أخوتي وأخواني من البرلمانيين في البرلمان الأردني يقفون منذ عام 2004 دوماً بجانب مجاهدي خلق وسكان أشرف وليبرتي للدفاع عن حقوقهم إني بصفتي امرأة أوجه التقدير باسم النساء الأردنيات لمقاومة وصمود 1000 امرأة من مجاهدي خلق في ليبرتي وأشرف هؤلاء النساء وباعتقادهن الراسخ بالإسلام الديمقراطي قد تحولنا إلى قوة رئيسية ضد التطرف وأصبحنا رمزاً للأمل للنساء والشباب وجميع أبناء الشعب الإيراني خاصة وأنهم يمثلون قدوة مثالية للدور القيادي والفاعل للنساء الحرائر في مجتمعاتنا المسلمة نحن كأردنيين أحراراً نؤمن بأن حق التعبير حق مقدس ولا يجوز منعه بأي وسيلة من الوسائل وإن لكل إنسان الحق في العيش الكريم ضمن بيئة تسمح له بممارسة حياته حراً كريماً تتوفر له متطلباته الأساسية في سكن وملبس وغذاء دون المساس بكرامته وعرضه وحريته وهذه أبسط حقوق الإنسان ولهذا السبب فإن دعم السكان في ليبرتي وأشرف هو دعم لقضية الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية للوصول إلى السلام العادل في كافة أنحاء العالم السلام الذي تعيش فيه الشعوب بأمن وأمان وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة وبركاته